أهم وأبرز الأخبار الاقتصادية محلية عربية وعالمية نتابعها معا في برنامجنا صحافة اقتصادية. أهلا بكم. البداية من صحفنا المحلية. أكد معاون مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منيب الملة ارتفاع عدد طعن جديدة من ذكور الأغنام وذكور الماعز تم حجرها رسميا ومنحها الشهادات الصحية البيطرية من قبل مديرية الصحة الحيوانية وهي جاهزة للتصدير بحرا، مؤكدا أن كافة العينات المأخوذة من القطعان المحجور عليها والبالغة 20% من إجمالي القطيع المراد تصديره إلى الخارج. ووفقا لجريدة الثورة تسعى المؤسسة جديدة. ومن سنة تخطت الأرباح التي حققتها الفنادق التابعة لوزارة السياحة 755 مليون ليرة خلال الأشهر الثمانية. ومن رويترز تخطط الحكومة العراقية لجمع 6 مليارات دولار عبر إصدار سندات وذلك دولي للسندات، حيث تعتزم الحكومة العراقية جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار في سلسلة إصدارات للسندات بالدولار. وستضاف هذه الأموال إلى مساعدات حصلت بغداد عليها من صندوق النقد الدولي تبلغ 1,240,000,000 دولار، وذلك في إطار برنامج مساعدات مالية طارئ بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. ومن وكالة أنباء فارس أكد مساعد شؤون العملات بخذها البنك المركزي والحكومة الإيرانية باتجاه السيطرة على التضخم، مبينا أن الخطوات المشتركة نجحت بخفض التضخم من 40% إلى 15.6% حتى العام الإيراني المنتهي ب 20 آذار 2015. ومن روسيا اليوم تعتزم موسكو إيجاد عقوبات متكافئة ردا على عقوبات الولايات المتحدة الأخيرة التي طالت أفرادا وشخصيات اعتبار. ومن روسيا اليوم أكد رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ أن بلاده لن تبدأ أبدا حرب عملات، وأنه ينبغي للدول بدلا من ذلك للمشكلات الاقتصادية العالمية، معربا عن ثقته بأن الحكومة ستحقق أهدافها الاقتصادية الرئيسية هذا العام. ولا تزال الحكومة الصينية تكافح من أجل استقرار اليوان بعد الخفض المفاجئ في قيمته بتاريخ 11 من آب ووقف هبوط سوق الأسهم الذي بلغ نحو 40% منذ منتصف شهر حزيران الماضي. ومن بي بي سي عربي تشير بيانات حكومية أوكرانية إلى أن مشاهدينا الكرام تتواصل عمليات تبادل الأسهم الإسمية في المنطقة التنظيمية الأولى بدمشق والواقعة خلف الرازي، والتي تأتي ضمن إطار إعادة الإعمار وفق المرسوم 66 لأحداث المناطق التنظيمية. الصحافة رصدت هذا العمل وما له من معاكسات اقتصادية بتوفير فرص العمل والبدء فعليا بمرحلة إعادة الإعمار على أرض الواقع. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نستضيف الصحفي فوزي المعلوف رئيس دائرة الأخبار المحلية بجريدة الثورة بعد الفاصل. تحية طيبة لكم مشاهدينا من جديد، وأهلا ومرحبا بك الصحفي فوزي المعلوف رئيس دائرة الأخبار المحلية في جريدة الثورة. شكرا شكرا. تحدثنا قبل الفاصل عن تبادل الأسهم الإسمية في المنطقة الأولى في الواقعة خلف الرازي، حبذا لو تحدثنا من خلال متابعتك الصحفية ما معنى عمليات تبادل الأسهم الإسمية في المنطقة الأولى؟ بالنسبة لتبادل الأسهم بمنطقة تنظيمية الواقعة خلف الرازي يتم التبادل حاليا من بداية الشهر طبعا وحتى نهاية الشهر الحالي الجاري اللي نحن فيه من أجل تجميع هذه الأسهم بما يتوافق والمقاسم الموجودة، يعني كل مقسم له عدد من الأسهم يسعى مالكين أو من يريد أن يمتلك أخذ شراء تبادل الأسهم. نعم. وذلك يتم طبعا بمديرية المشروع. هذا التبادل بدأ بشكل جدي والأمور التي وضعتها المديرية مديرية المرسوم المعنية بتطبيق المناطق التنظيمية بدمشق. طبعا هذه المديرية بدأت
بفترة سابقة بعدة مراحل حتى وصلت إلى تبادل الأسهم. تبادل الأسهم كما ذكرت هو للتجميع لكي يبدأوا ويتخصصوا بالمقسم بحسب الطبقات، عدد الطبقات وال ما يفي بمقابل هذا المقسم. نعم. المهم بالمسألة هنا أن محافظة دمشق سارت وفق برنامج زمني دقيق، التزمت بما أقره المرسوم ولم تتأثر نهائي رغم ظروف الأزمة الصعبة اللي مرت على البلاد، التي أثرت ولكن على جميع ولكن الحياة. تواتر العمليات تسير بشكل يعني متطابق مع المهل الزمنية الموضوعة من قبل المرسوم، وتقوم مديرية المرسوم مديرية مرسوم 66 بتطبيق هذه المهل بدقة. كمان أمر مهم كتير أنه نحن نعرف من نحو أسبوع الحكومة خصصت 20 مليار ليرة سورية. نعم. لمديرية المرسوم. طبعا هالمبلغ هذا سيطرح سيضخ إلى جيوب المواطنين. من هم المواطنون الذين سيأخذون هذه المبالغ؟ هم كل من له إشغال إن كان سكني أو تجاري في هذه المنطقة. سيأخذ بدل إيجار المستحق يبقى يأخذ هذا البدل حتى يستلم مفتاح مثل ما بيقولوا البيت تبعه، أما غير المستحق لمدة عامين. هذا المبلغ كما ذكرت سيأخذ بدل إيجار عن عام كامل إن كان سكني أو تجاري، عن عام كامل، يعني ذلك مزيد من السيولة بأيدي المواطنين المستحقين وغير المستحقين موجودين في هذا المشروع. وما يطبق على مشروع خلف الرازي باعتباره المنطقة الأولى سيطبق على باقي المناطق بدمشق وعلى باقي المناطق في سوريا. هناك بعض المحافظات مثل حمص استعدت، بقية ريف دمشق تستعد، هناك مناطق تعد لهذا الأمر. إذن 20 مليار هي بطريقها جزء كبير تم توزيعه، والآن بقية من استلم الإنذارات يقوم باصطحاب الأوراق الثبوتية ومباشرة يتم استلام المبلغ. أضف إلى ذلك تبادل الأسهم جعلت أصحاب الحقوق ومن يريد الامتلاك أن يذهب إلى المنطقة فيرى كيف هي المديرية، كيف هي الطرقات العامة، البنية التحتية بدأت وبشكل واضح، دليل على إصرار أن هذه المنطقة ستكون منجزة كما أقر المرسوم خلال 4 سنوات. يعني ليس هناك سراب، ليس هناك حلم، هناك أمر واقع، هناك آليات تعمل، هناك جهود بذلت مسبقا وحاليا بدأت تأخذ طريقها على التنفيذ تحديدا بالخطوط الخدمية. وحتى الإخلاءات لم تتوانى المحافظة مباشرة، من لديه إشغال إن كان سكني أو تجاري بطريق، لأنه بدأت بالطرق الرئيسية وشقت وعبدت، فمباشرة تم إنذاره وترحيله للبدء، ووضعت برنامج زمني حتى لإزالة الإشغالات. طبعا قبل ذلك هي وزعت الإنذارات ووضعت مهل زمنية بحسب ظروف العمل لإخلاء الإشغالات الموجودة، كافة الإشغالات. نعم، نحن نقول وهذا أعود لأؤكد أنه يضع يعني أمرا حتميا أن هذه المنطقة أقلعت، والبداية من الخطوط الخدمية وفيما بعد تأتي المراحل الأخرى. نعم، وهو كان سؤالي، هل بدأ بالفعل العمل على أرض الواقع، وما هي فرص العمل المتوقعة أيضا؟ نعم هل هو يعني احنا معنا شهر لتبادل الأسهم، يعني كل شيء محدد. بعد شهر، يعني الشهر القادم تشرين أول، مع بداية تشرين أول يبدأ التخاصص، يعني من جمع أسهما تساوي تعادل ألف سين جيم من المقاسم سيتم التخاصص، يعني هذا سيحجز بأسماء فلان وفلان وفلان. هذا التخاصص يعطي يعني يحتم على مديرية المشروع أن تسلم هذا المقسم، هذه الرقعة التي سيقوم عليها المقسم والمربوطة خدميا بكل أمور الخدمية، سيخلى نهائيا خلال 3 أشهر من الإشغالات. يعني يجب أن تسلم الأرض جاهزة للبناء للعمار. معنى ذلك بعد تشرين أول ب3 أشهر سنشهد
ليس فقط البنى التحتية التي قطعت شوطا، وهناك أحضارات هي يعني جبال من الأحضارات جاهزة فقط للفرش لإنهاء الخطوط الخدمية. ستبدأ الأبنية، يعني ستشهد دمشق ولادة مدينة جديدة نموذجية وفق أحدث النورمات العالمية، يعني طبقت فيها. يعني أنا ليش عم أقول إنه تبادل الأسهم هي 12,000 وحدة سكنية مؤهلة لهذا المشروع؟ لأن من سيذهب إلى المديرية سيشهد كيف أن كل شيء يسير بالترتيب بأدق التفاصيل. هنا يعني من يدخل إلى المديرية يعي، من يدخل إلى المدينة حاليا يعي أن هناك إرادة بدأت في دمشق وهي بناء أول مدينة نموذجية. نعم، وهنا السؤال، ما هي الإجراءات التي اتخذتها محافظة دمشق لتجنب وقوع أصحاب الأسهم هناك في شرك التجار؟ نعم، في عدة مؤشرات موجودة تدل أن المديرية حريصة كل الحرص، ومحافظة دمشق تتابع باهتمام أن لا يكون هناك استغلال لأصحاب الحقوق أو من يمتلك تلك الأسهم. نعم. فبداية قالت أن الأسهم يجب أن يتم تبادلها في المديرية تحديدا. نعم. يعني كل ما يحصل خارجا ونعلم ما 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 ماذا سيحل بالبعض، وخاصة من هو ليس لديه دراية بالأمور العقارية قد يستغل. فالأمر الأساسي اللي أكدت عليه المديرية أن تبادل الأسهم يجب أن يكون في المديرية نفسها. تبادل الأسهم يتم خلال دقائق، لأن كل شيء في المديرية، يعني من يدخل إلى المديرية لا يرى أوراقا نهائيا، يرى جيلا من الشباب على حواسب مربوطة كاملة مؤتمتة لا يمكن الدخول إليها أو الإساءة للمعلومات الموجودة فيها أو التعرف عن ملكية فلان أو ذاك الشخص كم يملك، لأنه هذه كلها حقوق خاصة يجب أن تبقى من مؤتمتة ومحفوظة بعناية بحيث لا يتم تسريبها لطرف ما. فهذا الأمر الأول، أنه التبادل الأسهم معفى من الرسوم العقارية، يعني مهما صار تبادل للأسهم لا يحمل أعباء مادية على أصحاب الحقوق أو من يريد امتلاك الأسهم، يعني لكي تسير الأمور بسرعة ولكي تصل بما يكفي هذا المقسم. هذا الأمر. الأمر الثاني، لم يترك المرسوم أنه واحد إذا بده بيعمر اليوم بده بيعمر بعد 10 سنين، لا، في معهم سنة من تشرين أول، معهم سنة. إذا لم يتم المبادرة للتخصص بمقسم، هناك شركة لمن ليس لديه قدرة أن يبني، أو يعني هو خارج القطر أو غير موجود. ليعي البعض، ليعي الكل أن الأمر جدي، والمدينة ستكون، المنطقة التنظيمية ستكون واقعا. فهي خلال عام، من لم يستطع أن يكون مقسما متكاملا ويقوم هو بالبناء أو ويضع من يراه من المتعهدين أو الشركات الخاصة، هناك شركة عقارية ستتولى لمن لم يتمكن أو لم يأتي إلى المديرية نهائيا ليتعرف على أسهمه، ستقوم هي تتكفل بهذا البناء. إذا هذا أمر. الدقة في المعلومات الموجودة في المديرية عن كل شخص يملك أسهم، كامل التفاصيل، كامل الداتا موجودة، هي تعطي ضمان لأصحاب الحقوق، لأصحاب الأسهم أيضا، لأصحاب الأسهم في شركة التجار وأصحاب الحقوق. نعم. فيما بعد، الآن أسهم اسمية، ولكن فيما بعد ستكون، نعم، ستكون أسهم عقارية وتكون يعني تدخل بالمجال العقاري. هنا نستطيع القول أننا بدأنا بالمرحلة الأولى من إعادة الإعمار. ما منعكسات هذه المنطقة وهذه المنطقة التنظيمية على استقرار القطاع كما العقاري؟ هي المنطقة التنظيمية الأولى التي تأتي وفق مرسوم، يعني تعودت سوريا أن يكون العمار ثم يأتي بعده التخطيط العمراني وتبدأ المشاكل من هنا، حارة ومن هنا مدرسة ومن هنا، ويبدأ إزالة بعض الأسر. لأول مرة مرسوم ينظم المناطق التنظيمية في سوريا كلياتها ومنها دمشق.
هي أمر كتير مهم، لم يعد هناك عشوائية. الأمر الثاني إنه الحقوق حفظت وكان أكثر مرسوم عادل لأصحاب الحقوق وللشاغلين، يعني لأصحاب ملاك الأرض وللشاغلين، لم يحرم أحد. حتى من هو يعني شاغل غير نظامي ليس لديه أوراق رسمية ثبوتية بتدل، حفظ حقوق الكل، إضافة لصاحب الأرض يعني مالك الأرض وشاغل العقار إن كان نظاميا أو غير نظاميا، الكل أنصفهم ويعني عوض ذلك. طبعا المرسوم عوض ذلك بالارتفاعات التي أمنها، يعني بالتأكيد الدولة ليست هي يعني توزع الأموال بدون أي مقابل. طبعا هناك أبنية ستكون، وستكون مدينة متكاملة تجارية سياحية خدمية، كل أنواع حتى الحرف البسيطة كلها موجودة فيها، ولكن منطقة يعني تخضع لمداخل ومخارج محددة مقسمة، الخدمات تموضع، يعني من يدخل يجد مجسم لهذه المنطقة التنظيمية يظهر هذا الوضوح. نعم. ليش طبعا هذا بده يكون ضخ جديد في الاقتصاد، لأن هذه المنطقة ستؤمن مبدئيا 137 ألف فرصة عمل مؤقتة هذه المنطقة، إضافة فيما بعد 25 فرصة عمل للفعاليات الموجودة ستكون دائمة. نعم، ونحن نتمنى وبالمقابل في منطقة محاذية إلى هي أربعة أضعاف منطقة الرازي، وهي منطقة عيشة. الآن تقريبا المسوحات ورفع الأرقام الموجودة للناس اللي بيملكوا إشغالات أو الشاغلين الأصحاب الأرض أو الشاغلين، يعني توصلت اللجان لمرحلة متقدمة كثير. نتمنى أن أربعة أضعاف من بعد أن يسعفنا الوقت لأكثر لحديث أربعة أكثر. أربعة أضعاف أرقام رح أعطي، أربعة أضعاف يعني رح تأمن 600 ألف فرصة عمل مؤقتة و125 ألف فرصة عمل دائمة. نعم. هذا كله يعني خلال أشهر سيكون واضحا بينا، إضافة كما ذكرت هناك حمص تتحضر لإطلاق. نحن نتمنى ذلك، وبإذن الله ستكون هذه الأمور على أرض الواقع بعد حفظ حقوقنا ضد الإرهاب، ليتسنى للدولة القيام بهذه المشاريع بانتصارات الجيش العربي السوري. بالتأكيد لابد كل أن تكون هناك لك أكثر وضوحا. كل الشكر لك الصحفي فوزي المعلوف، رئيس دائرة الأخبار المحلية في جريدة الثورة. شكرا لك. شكرا لك وللمشاهدين. مشاهدينا بعد الفاصل، تحت عنوان سلامة اسطوانات الغاز، كتب الصحفي قاسم البريدي يقول: تعد تجربة موضوع معنا عبر الهاتف الزميل الصحفي قاسم البريدي، أهلا بك. يا أهلا وسهلا فيكم. تحدثت عن سلامة اسطوانات الغاز، ما الغاية من الطرح في هذه الفترة؟ يعني حقيقة موضوع اسطوانات الغاز كان مثل ما لاحظنا من عدة من بعض السنوات كان في أزمة خانقة جدا. تم حل الأزمة من خلال كان أول شيء تعبئة مركزيا، يعني كان على مستوى كل محافظة محصورة بالقطاع العام على مستوى محافظة وأكثر. الآن كان في حل كتير بسيط، إنه بدل ما يكون في مركزي كان في وحدات غاز متنقلة، فهذا أدى للخلل اللي كان موجود، النقص تراجع وصار الوضع جيد. أما الجديد اللي خلانا نطرح الموضوع الآن هو موضوع عودة معمل عدرا للغاز. نعم. هذا المعمل ضخم جدا يعني، وبضاعف الكميات بشكل كبير كتير. نعم. ما مقترحاتك للحفاظ على الأمان؟ يعني هو نحن بالنهاية انه هلا كانت القصة انه كان بدنا توفر غاز بأي طريقة، توفر الغاز، فصار عندنا هلا وفر كبير بالكمية، فالمطلوب الآن البحث عن النوعية والجودة، لأنه صار في حوادث كثير بموضوع بسبب عدم سلامة اسطوانة الغاز، صار في انفجار، في انفجارات، في حرائق، في تسمم كثيرة بعدة مناطق ومحافظات. نعم، ما مقترحاتك أستاذ قاسم؟ مقترحاتنا انه تجديد الرقابه على اسطوانات الغاز، انه مفروض الشركات اللي عم تصنع تقوم بصيانه دوريه، خاصه موضوع صمامات الاسطوانه. صمامات الاسطوانه يعني قسم كبير عم بيكون فيه عم ينفس منزوع، فبدها اهتمام اكثر، ومفروض ما تستلم الاسطوانه قبل ما تكون في رقابه وفي صيانه لها، يعني الاسطوانات التالفه مفروض تعاد صيانتها من جديد،
وكان سابقا حتى الدهان يعني موضوع احيانا كل فتره من دهن قسم نظبط قسم بحيث ما بتصير نهائيا اي اسطوانه تتسلم للمواطن اللي ما تكون صالحه. وانا اقترحت انه يرجع مثل قبل انه كان في كل اسطوانه لها ختم حتى نعرفها او بطاقه بيان حتى نعرفها انه هي جديده ما يصير فيها تلاعب يعني بقصد الغش او السرقه او التهريب. لازم يكون في شيء نميزه للمواطن العادي وبنفس الوقت مرشده كيف يفتحها كيف يتعامل معها لانه احيانا بطريقه غلط استخدامها كمان. نعم ذكرت ان سبب الوفره هو اعاده تشغيل محطه عدرا، ما هي منعكسات تشغيل هذه المحطه بعد تعرضها للارهاب؟ يعني محطه عدرا معمل عدرا من اضخم المعامل، يعني تصوري كان يزود 3 محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطره. نعم. كل احتياجاتها كان طاقته حوالي 60,000 ل 70,000 اسطوانه باليوم. فهلا رجع المعمل عاد تاهيله كامل، المعمل معدات وتقنيات حديثه كافه على الارهاب بكافه اشكاله وعوده كل القطاعات الى العمل مجددا. كل الشكر لك قاسم البريدي، ولقاؤنا يتجدد معك بزوايا ومقالات اخرى تلامس الواقع. شكرا لك. وشكرا لكم، يعطيكم العافيه. مشاهدينا الكرام، نتابع في الفقره التاليه بعضا من رسوم الكاريكاتير الاقتصادي التي اختارها لكم الزملاء. مع هذه الرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا معكم لهذا اليوم من صحافة اقتصادية أسرة العمل. تشكر متابعتكم سوسن خليفة في الإعداد، نصر الشيخ علي مخرجا، ومني أنا رنا حسن أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.